بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنقعد بس كانتري كده عشان نقدر نعمل لها ايديت. احنا مهمتنا المرة دي ان شاء الله في الفيديو ده ان احنا نعمل نفتح البوب اب بتاعة الايديت كانتري ونقدر نطلع الداتا فيها كمان، بحيث ان احنا نبقى جاهزين بقى للايديت، نعدل وندوس على سيف في بعد كده ونسيب يعني. فانا عندي لما ادوس على الايديت دلوقتي مش شغال. تعالى بقى نشوف قصة الايديت. فاولا كان لو رجعنا كده نلاقي فانكشن كان اسمها set country model، فكان بياخد الاي دي والكانتري. فقلت له ماشي، كان بياخد الاي دي والكانتري، فانا عايز برضو يعني اخد كوبي كده من تحت على طول، بس المره دي مش هنبعت الديليت تايب. انا عايز ابعت كان اسمها ايه مش فاكر. نرجع للمودل بتاعنا، كان عندنا اللي هو الكانتري. انا عايز استغل الاد كانتري تشتغل معايا على الوينجين، برضو تشتغل معايا اد، وبرضو تشتغل معايا ايه، تشتغل معايا دي ايديت او ابديت. فانا اقول له بص اد كانتري موديل دلوقتي اسمها مبقاش حلو بالنسبه لي، فهعمل كده ايه يعني فاين اند ريبليس، هشيل كل كلمه اد كانتري موديل واخليها كانتري موديل في الكود كله، تمام؟ عشان ايه الكود اللينكس اللي بتفتح البوب اب والبوب اب ذات نفسها. والتايتل هخليه كانتري موديل تايتل، عشان مره زيرو اد نيو كانتري ومره اديت ايه كانتري ديتا. وهاجي هنا بقى في الايه في الايديت كانتري موديل واقول له الكانتري موديل تايتل، ادي اول واحد. طالما انا بعمل ايديت دلوقتي ادوت فال امبتي عشان امسح اللي فات، امسح القيمه اللي موجوده فيه. بعد ما اعمل امبتي هقول له ابند، اضيف بقى عليها واكتب بقى التايتل اللي انا عايزه، مثلا ايديت كانتري داتا مثلا. ماشي، ايديت كانتري داتا، تمام كويس كده. انا عملت ايه بس اول تعديل، انا عايز بنفس الاسلوب ابعت شويه بيانات بقى اظبط بيهم الايه، اظبط بيهم بقيه الفورم، فعشان تمشي معايا على الايه زي ما قلنا الايديت والاد. اول حاجه انا عندي هنا الكانتري وعندي النوتس، سيبك من النوتس احنا مش شغالين عليها بس عاملينها منظر يعني. لكن في المودل بادي انا محتاج برضو انبوت، هعمله هيدن، هسميه مثلا كانتري اي دي او فورم فورم اوبريشن، فورم اوبريشن اللي هي اقصد بيها ايه، هو اد ولا اديت عشان اعرف اشتغل. فعملت حاجه اسمها فورم اوبريشن، اوبريشن تايب نوع العمليه، واعملها هيدن وسيبك بقى من الكلاسز والكلام ده كله. ممكن بس نحط جواها الفاليو الديفولت اد عشان يبقى دايما في الطبيعي يبقى اد. فقلت له فاليو ايكوال اد. يبقى اول حاجه الاوبريشن تايب هو اد ولا اديت، دي اول حاجه، ودي هتبقى في الهيدن عشان اشتغل عليها. فجاي هنا قايل له ايه في الحاله ان احنا بنعمل سيت اديت كانتري موديل هبعت اقول له الـ هتبقى ابديت، بس اغير بس الايه الاي دي بتاعها. ماشي، هرجع اغير كله. الاولاني نسميه فورم اوبريشن تايب، وبرده محتاج بس الفورم اوبريشن تايب تقول لا، ما هو لو انا بعمل ايديت عايز الاي دي بتاعت الكانتري، ما هو لو انا بعمل اد لسه الاي دي بتاع الكانتري ما تولدش، لانه لسه الايه لسه المونجو ما رميتليش اي دي. لكن انا بعمل ايديت لازم عشان اعرف اعمل ايديت يقول لي الاي دي بتاع الكانتري اللي هو عايز يعدلها، صح؟ تو طب كويس، يبقى انا عندي ثلاث حاجات، الكانتري اندر سكور اي دي، وده هيجي من الاي دي اللي هو اللي هو الاندر سكور اي دي اللي اتبعت بعد كده بقى اسمه اي دي، اللي انا هحطه هنا بايه كلمه اي دي، خلاص. طيب اللي هو ده، ايوه اللي اتبعت منه بالظبط الاي دي. طيب واللي فوقيها اللي هي انا عندي برضو الكانتري، الكانتري نيم اللي هي اسم الكانتري اللي كان اسمها كانتري في الاي دي، ودي هبعت فيها الكانتري عشان اوتوماتيك وانا بعمل ايديت يطلع لي الاي دي بتاع الكانتري ويطلع لي اسم الكانتري عشان لو عايز اعدل عليه، تمام؟ ادي سيت كانتري موديل اهو، ايوه هو ده، كان بيبعت الاندر سكور اي دي اللي هو بتاع الكانتري ويبعت الكانتري، كويس جدا. كان المفروض الداتا تتبعت لي واوتوماتيك، انا بعد ما ببعتوا لي هبدا اسلمهم. اديت قال لي ايجيبت، قلت له كلوز. طب دوس اديت قال لي سوريا، بيسمع اهو. كل ما ادوس اديت بتتغير الداتا عندي على الشاشه على حسب القيمه اللي موجوده. طيب ارجع كده للHTML
ممكن انزل الموديل بتاعي وتعالى ايه في ان هو بتاع الاد اللي كان اسمه اد بدل هيدن بس اخليها تكست عشان نشوف بس عشان نشوف بيسمع معانا مظبوط ولا لا مش ديليت لا عايزين نعمل اديت لايجيبت قال لي ايه قال لي دي اد قال لي دي اد وايجيبت والاي دي ادي غلط طبعا المفروض اديت عشان كنا كاتبين الاي دي غلط كنا كاتبين الفورم اوبريشن تايب كنا كاتبين الاي دي غلط فنرجع كده نظبطه فوق في الكاستمر فيو موديل انا عايده مرتين كانتري موديل هقول له ده الفورم اوبريشن تايب اللي هتبقى شايله كلمه ابديت دوس على ايدك كده تمام بقت ابديت ومديني الاي دي بتاع ايجيبت كلوز اديت قال لي ابديت ومديني الاي دي بتاع سوريا وحط سوريا يبقى كده تمام كده كل حاجه مظبوطه طب لو انا بعمل اد كانتري لسه ابديت زي ما هي ما سمعتش كلمه اد يبقى لازم اعمل فانكشن في الاد ترمي كلمه اد خدت بالك عشان ايه لما ادوس على اد يبقى الفورم عارفه ان هي تشتغل على اد لما ادوس على اديت يبقى الفورم شغاله فاهمه ان هي شغاله على اديت وهكذا يبقى هرجع لللينك بتاعت اد كانتري اللي كانت في الناف فين هي اهي كان بيفتح الكانتري موديل قلت له اه وعايز كمان اخلي النوك اوت او خلاص طول بالجافا سكريبت اون كليك انادي على اسم الفانكشن وخلاص ودي طريقه برضو ثانيه بالجافا سكريبت على طول مباشره فاقول له سيت اد كانتري ده اسم الفانكشن موديل ماشي سيت اد كانتري موديل كل فكرته بس ان هو يظبط الاي دي فوق بدل ما كان اديت هيبقى ايه اد واروح ازود الفانكشن دي عندي في الايه في الفيو موديل بتاعي سيت اد كانتري موديل مفيش اي بارامتر على طول اخش بالاي دي سيلكتر اللي كان عندي اخلي بس الفورم اوبريشن تايب التايتل كمان بالمره يتغير يبقى اد نيو كانتري صحيح اد نيو كانتري سيبك من داتا وبدل ابديت هنخليها ايه اد في ايرور بفتح البراوزر التاني معلش اد كانتري هيقال لي اد طبعا انا عايز احذف الاي دي مش هيفرق معايا عايز مش عايز احذفه مش بك. طبعا المفروض ان هو تبقى ايه انا طبعا كتبت سعودي اريبيا مفترض دي اد لان الاد كنا مبرمجينه كانت شغاله اضافها مظبوط ومفيش عندنا مشكله فالاد اشتغلت خلاص طب لو عملت اديت بقت ابديت لو دوست عايز بس ايه الكانتري اي دي في الاديت في الاد تبقى فاضيه يعني ملهاش لازمه يعني في الاد ايوه اد ومفيش اي دي خلاص كده تمام قوي واكتب مثلا كويت وادوس سيف المفروض تتاد مظبوط تمام مظبوط هنعمل بقى هيدن بقى للحاجات اللي ايه التكست بوكسز اللي كانت ظاهره ملهاش لازمه دي واحنا بنعمل اديت نعملها هيدن الاوبريشن والكانتري اي دي نعملها هيدن كده خلاص اد كانتري كويت قلت له لا مثلا تيست سيف اتضافت طب لو عملت اديت ودوست وانا عارف ان هي ابديت كل حاجه لو قلت تيست مثلا اي حاجه او نيو تيست هتاد لان برمجه السيف حتى الان هي عباره عن اد بس ما قلنالوش امتى يعمل ابديت لكن ريموف شغاله مفيش مشكله لكن احنا كده محتاجين نبرمج الايديت لما ندوس على سيف تشينجز تعمل ابديت ما تعملش اد في الداتابيز وده هنشوفه مع بعض ان شاء الله في الفيديو اللي جاي